دايما الناس تقول النادي الجماهيري قصة تانية خالص. طبعا موضوع مختلف، يعني انت زي ما بقول لك، انت لو ماسك فرقة شركات مين اللي هيفرح؟ تفرح مين؟ تفرح موظف؟ لكن لما تبقى ماسك نادي جماهيري، او النادي جماهيري طبعا، وحاجة جميلة ورد فعل سريع، الاكشن بتاعه سريع. مجالك المصري فكرت كم مرة؟ ما فكرتش، انا عملت بس صليت صلاة استخارة ورحت الحاج سمير والمهندس عدنان والخولي وقعدت معاهم، يعني كان ربنا كان ميسر الامور جدا، وقعدنا سبحان الله، يعني راح اسمع الكلام، لقيت مستريح وفي قبول، والناس عايزين واقفين ورايا وعايزين يساندوا الفرقه، وهو ده المهم، انت بتاخد الباور منهم، ما ينفعش ناس همدانه فانت تلاقي حس ان انت يهمدوك، والناس تبقى عايزه وفايقين وعاوزين يبقوا موجودين، انت بتاخد الباور ما هو انا احس بيك. بس انت المديرين الفنيين اللي ليهم طلبات كتير، سواء ماديا، سواء تشكيل جهاز، سواء يعني عندك حاجات ما بتضحيش بيها. طبعا ده مهم جدا، ما هو الجهاز ده يا كابتن سيف هو ده الجهاز اللي نجح معاه في كل الفتره اللي فاتت، جهاز محترم، هو اللي مشي معاه من ايام الاسيوطي، ونجاح الاسيوطي شوف كان عامل ازاي. ما تروحش من غير جهازك ابدا يا كابتن. لا طبعا، جهاز محترم جدا، وهو اللي نجح معاه في انبي، اللي قعدنا انبي في الظروف الصعبه دي، هو اللي نجح لحد مصري.